السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الخلق سيدنا محمد فضلا وليس أمرا. أول حاجة نسرع على رسول الله واللايك الحلو واشتراك في القناة. والنهاردة في ارتفاع في سعر كتكوت القبض عن امبارح بجنيه واحد. ايه سبب الارتفاع ده يا جماعة؟ النهاردة في سحب عالي جدا على كتكوت، كله طالب كتكوت. طول ما في سحب عالي جدا على كتكوت تعرفي سعر كتكوت هيغلى. النهاردة كتكوت القبض دي الأهالي وصل سعره 26 جنيه. كتكوت أبيض شركات بادئ من 27 وأعلى سعر 30 جنيه. كتكوت برد حر ب6.5 جنيه. كتكوت برد مشعر ب9 جنيه. كتكوت فيومي بلدي ب9.25 جنيه. طبعا أسعار بورصة كتاكيت يوم الخميس 18/4/2024. وليكم الأسعار. سعر كتكوت الساسو جماعة سعره برضو رفع عن امبارح. كتكوت ساسو جلتاني 13 جنيه. كتكوت ساسو شفر 15 جنيه. كتكوت بدا هجين ب7.5 جنيه. كتكوت بدا هجين بتهجن عالي وصل 11 جنيه. كتكوت جمازة بيور وصل النهاردة سعره 20 جنيه. كتكوت رز فرز برابر 11 جنيه. كتكوت رز على وشه 16 جنيه. كتكوت رز فرز ديوك وصل سعره النهاردة 19 جنيه. كتكوت رومي اسود او كتكوت رومي برونزي نفس السعر عنه 45 جنيه. كتكوت الوز عمري يوم واحد وصل النهاردة 43 جنيه. بالنسبة اسعار البط، بط مسكوفي R41 البطاية النهاردة 50 جنيه. بط مسكوفي مخلط 45 جنيه. بط مرن محلي 43 جنيه. بط بلدي 36 جنيه. بط فرنساوي بيور 27 جنيه. بط شروفان 21 جنيه. بط بكينة عادة 16 جنيه.